يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت أن هناك فرقا بين سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سؤال الله بجاه غيره، فهل هناك فرق في الحكم؟ أبدا، السؤال بالجاه لم يرد في حديث، لا ضعيف بل ولا موضوع، حتى ما ورد السؤال بالجاه. وأما ما يذكرون من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا حديث باطل موضوع مختلق، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. لم يثبت أن الرسول أمر أن يتوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، التوسل بالجاه بدعة. نعم.